سلمت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، كيف حالكم؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا بخير وعلى خير، بصحة وعافية وسلامة واستقرار وأمن وطمأنينة قلب بكثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الأنبياء والمرسلين وحب الصحابة الكرام وحب المؤمنين الصالحين من عباده إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تحد بنا عن نهجهم ولا عن طريقهم، يا أكرم مسؤول ويا أعظم من. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافينا ويشافيكم ويشافي كل مريض يتألم ولا يحس بألمه إلا هو سبحانه القائل وإذا مرضت فهو يشفي. كما جرت العادة أن أتكلم عن سلسلة الأعشاب الطبية واستعمالاتها الطبية بالنسبة للصحة وعلاج الأمراض. أتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى عن عشبة الزعفران. الزعفران أو الكركم أو جادي أو ريهقان، وبالإنجليزية سافرون كروكيس كروكيس ساتيفيس. بالنسبة للأجزاء المستخدمة بارتس إزيد أو لبارتس إيتيليزي، الزعفران منشط للأعصاب. بصفة عامة الزعفران منشط للأعصاب. التطبيقات أو ليزابليكاسيون أو أبليكيشن، الجواهر الفعالة تحتوي مياسم الأزهار، يعني هذوك الشعيرات اللي تيبانوا أو مقبلتكم شعيرات مياسم الأزهار تحتوي على صبغة الكروكين. كروكين الكروكين غليكوزيدات مرة عديمة اللون، هي بيكروكروسين وزيت طيار يعزى إليه رائحة العقار، حيث راه مجهد الريحة ديالو، الرائحة نتاعو مجهدة، راه واخا تيكون فوسط الزاجة والرائحة نتاعو تتعطي. نعم، بالنسبة للاستخدام الطبي، يعني الزعفران إذا تعاملنا معه كدواء وكعلاج كعقار. الاستخدام الطبي كعقار يجلو البصر، هو مزيان للبصر، تيقويه، يجلو البصر يعني يقوي البصر، كذلك يقوي الأعصاب، يقوي الأعصاب وينشط القلب، ينشط القلب، ومدير قوي للسوائل كالعرق والبول وبخاصة الطمث عند النساء، الدورة الشهرية عند النساء اللي تجيها صعيبة بالألم أو اللي تجيها اللي تتقطع لها وغير منتظم، وكمضاد للتشنجات. بالنسبة للتشنجات الجسم فالزعفران يعني تيرخي الجسم، فهو ضد التشنجات، داك العصب ديال الأعصاب، التشنجات داك التكنزيزة ديال الجسم، فهو تيرخي الجسم كمضاد للتشنجات. وفي الصناعة يستعمل كمادة ملونة، فعلا لما تديرو في الماء تيطلق الحمورية، فهو تيلون ملون، وفي الصناعة كمادة ملونة ومكسب للطعم. داكشي علاش تيديروه في البراد ذاتي، تدير غير زغبه ولا جوج ولا ثلاثه في في في, في البراد ديالها تيكسر الريحه نتاعو مجهده.
ومكسب للطعم. كذلك اللي درناه في الطعام او في داكشي اللي تيقولوا داك الكاطو والمسائل ديال هذا مكسب للطعم، تيعطي النسمه والنكهه كذلك وتعطي النكهه. هذا بالنسبه للزعفران. المحضورات، واش الزعفران فيه محضورات؟ نعم، الكميات الكبيره يعني الا مشينا درنا فوق القانون، انا قلت لكم غير صغبه ولا جوج ولا ثلاثه تعطي الريحه، لا في البراد داتاي ولا في الكاس داتاي ولا في كاس الحليب ولا حتى في الطعام، تتعطي الرائحه. براد ديالتي نديرو فيه زغيبه جوج ثلاثه تتحسي به هو غلب، واخا نديرو الاعشاب تيكون باين الريحه نتاعو في وسط البراد داتاي. الكميات الكبيره يعني شاي الاعشاب، الكميات الكبيره او الاستعمال بكثره يسبب تشنجات بالمعده، إلا مشينا كثرنا منه راه تيدير تشنجات في المعدة أو نزيف داخلي إيموراجي أنترن أو نزيف داخلي نظرا لقوة فعل الكروكين، لأن هذاك المادة الكروكين قوية راه يمكن لها دير لنا نزيف داخلي لقوة فعل الكروكين مع الأوعية الدموية، لأن هذاك المادة الكروكين إلا تلاقات بالأوعية الدموية تترشيها وتيمكن ينفجر الدم ويخرج على النسيج ديال الدوره الدمويه ويخرج الخارج الجلد. نعم، اذا هذا ما تيسر بالنسبه للزعفران او الكركم او جادي او ريهقان، وبالانجليزيه سافرون كروكيوس كروكيوس ساتيفيس. إذن قلنا الزعفران منشط، هو كعنوان منشط للأعصاب للجهاز العصبي، وكذلك تحتوي المياسم الأزهار على صبغة الكروكين كروكين غليكوزيدات مرة عديمة اللون، هي البيكرو كروسين، وزيت الطيار يعزى إليه الرائحة العقار، اللي هذاك الزيت الطيار هو مول داك الريحة اللي تنشموها في الزعفران الحر. الزعفران الحر وقلنا الاستخدام الطبي يجلو البصر، إذا مزيان البصر، يقوي الأعصاب الجهاز العصبي، وينشط القلب، إذا مزيان الدورة الدموية والقلب عموما، مدير قوي للسوائل كالعرق والبول وبخاصة الطمث يعني الدورة الشهرية عند النساء، كمضاد للتشنجات بالنسبه للجسم ديالو تيتكنزز وتيتشنج، فمضاد الزعفران مزيان له. وفي الصناعه الغذائيه كماده ملونه ومكسب للطعم والنكهه. اذا هذا ما تيسر بالنسبه لعشبه الزعفران، والى عشبه اخرى ان شاء الله في فيديو مقبل بحول الله وقوته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم أن يشافينا ويشافيكم ويشافي كل مريض يتألم ولا يحس به إلا مولانا سبحانه وتعالى. بالنسبة للاستفسار أو طرح الأسئلة، الإخوة يطرحوا في التعليقات الأسئلة ديالهم، وسأخصص يعني فيديو خاص للإجابة عن الأسئلة الطبية، والله تعالى الشافي والموفق لما فيه خير الدنيا والآخرة، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.